واحنا ضريبتنا 5% موحده، ما هي مثل الدول، بعض الدول اللي تتفاوت الى 65% توصل، وادنى شيء 15%. احنا 5%، احنا عندنا قانون جمارك موحد مع دول الخليج، واحنا كلنا نطبق هذا القانون وهي 5%. احنا نسميها ضريبه، بعض الدول الخليج يسمونها رسوم، لكن هي جايه بالصيغتين يعني في القانون. هذه الضريبه لا تفرض ولا تعدل ولا تلغى الا بقانون. قانون الضريبه لا تفرض ولا تعدل ولا تلغى الا بقانون. انت مع زياده الرسوم او الضرائب؟ نعم ابو خالد، انت مع الزياده؟ انا ما اتكلم عن الزياده، انا ما اقول ان مع الزياده ولا ما مع الزياده. انا عندي مشكله كبيره نواجهها. احنا عندنا ثلاث سلع اي اتفق القاده دول المستعان الخليجي على فرضها، فرض ضريبه عليها، هي التبغ بانواعها، مشروبات الطاقه ومشروبات الغازيه فيما عدا الماي. هذه كلها لو استثنوها يسمونها الضريبه الانتقائيه. طبعا دول الخليج كلها طبقوها فيما عدا الكويت. ولتلاحظ ان هذه البضائع الثلاثه ارخص بالكويت من ارخص، وبعد يتم تهريبها الى دول المنطقه. زين الكويت يعني ستسعى الى زياده الضريبه في هذه السلع؟ والله شوف، يعني انا اقول هذه الضريبه على هذه الثلاث سلع مستحقه في كل الاحوال. اولا هذه كلها مضره، التبغ اللي هي السجاير بانواعها، صحيح، والمشروبات الطاقه انتم شفتوا مشاكلها، وايضا المشروبات الغازيه. بس انت شيء راح تزعل المدخنين منك ترى. انا واحد من المدخنين، لكن اللي فعلا مؤذيه. يعني انا اتكلم من واقع تجربه. لكن المشكله ان هذه الثلاثه يتم تطبيقها دوله مجاوره، السعوديه، المملكه العربيه السعوديه. قد 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 تطبق في الكويت مستقبلا؟ والله شوف، هذه مسائل، يعني هي مسألة، انت يعني تتكلم عن مسائل سياسيه، لكن هي الكويت وقعت عليها مع يعني دول المستعان الخليجي. من الممكن انه راح يكون في محتاجه بس تغطيه، اللي هي صدور يعني تسلك المسلك التشريعي العادي، صدور قانون فيها لازم. اي لازم.